وردت في صيغ التسبيح مما يحضرني الآن قوله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه إيش؟ أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وورد قوله صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه عند الإمام الربيع: من قال سبحان الله وبحمده إذا أصبح في يوم 100 مرة كفر الله عز وجل به عنه خطاياه ولو كانت كزبد إيش؟ البحر. والمراد بهذه الخطايا طبعا هي الكبائر الصغائر، نعم، أم يعني إن شرطوا ذلك، قيدوا ذلك باجتناب إيش؟ هذا الذي أردت، قيدوا ذلك باجتناب إيش؟ الكبائر، بدليل الأحاديث التي قيد بها رسول الله من حضور الجمعة وحضور الإيش؟ وحضور الصلوات وكذا، الجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إنزين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومنه يعني أن أحدهم أو بعضهم يعني ذكر لبعض الفقهاء في مكة أن يقول أننا إذا جلسنا عند الحسن البصري يقول إذا سكت القوم شرع في قوله سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، كرر سبحان الله العظيم. فقال لهم هذا الفقيه: إن صاحبكم لفقيه، إن صاحبكم لفقيه. ثم ذكر أنه من قال لها 7 مرات أن له ثواب وأجر، لا يحضرني في هذا المقام. إنزين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لجويرية بنت الحارث لما رآها صلوات الله عليها صلوات الله عليه يعني جالسة بعد الصبح إلى الفجر إلى شروق الشمس، قال لها: ماذا كنت تعملين؟ كنت تذكرين الله من الوقت الذي تركتك عليه؟ قالت له: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلتيه منذ اليوم لوزنتهن. والناس تزهد في مثل هذا، والعجب كيف يزهدون في مثل هذه الفضائل. قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته 3، أو يقول لكل واحدة على حدة: سبحان الله وبحمده عدد خلقه 3، سبحان الله وبحمده زنة عرشه 3، سبحان الله وبحمده رضاء نفسه 3، سبحان الله وبحمده مداد كلماته 3. زين.